صدمنا احنا ما عرفناش هو مكي ادي حد مكي دابز وخا مكي ادي في الحال وما مكيبغيش يدابز مع راي واحد يبغي يتغتصب بلا شي حاجه راه يجي يدافع على راسه سي تحكم الا كانت حاله اغتصاب راه خاصو القضيه تنحذف حيت حاله الاغتصاب اطلق سراحه بوراني دابا يخرج هادي صافي مكتابه شي هذا حنايا كنطالبوا بهذا الشيء هذا كاع ما يبقى في الدوله ديالنا وصافي انا الجار ديالو ساكن قبال تيك تاع محمد العمره سلعه كان فوشيش كان عندي خانه مدرسه الدار طوبراني انت نتا كتشوف يعني واش واش كيدابز لا كيدابز ما والو عمرو شفتو انا كيدابز واش دائما كتجبرو كيطلع لي من السطاح زعما يعني واش كيعمر معكم في الحومه ولا لا والو ما كيريح شي سامع انا كنشوف المدرسه من السطاح فهمتي انت الحومه ما كيريحش فيها الويد ديال الويد ديالو في شاشه الله عمرو اخر مره شفت البارح من شفت لا شفتو كيطلع لي من السطاح لا طوبراني انت نتا كتشوف قدام الله كاخر مشى شني كتمنوا الاخ ديالك الصديق ديالك اطلق سراحه بوراني دابا يخرج هادي صافي مكتابه على شي ولا عمر سلعه ما كي ادي حد دري واش كان معايا في الصباح جيت تسخر مسا كتسخر ديك الساعه مشى فحالو قال لي سال العشيه بالليل كنسمعوا الواقع ساعة هو مشى فحالو في العشيه جا داك الراجل داز تا هو من الحومه في الليل كنسمعوا الواقع مخزن جاو مخزن تربلس الدنيا والسهل هو الله عمر راس العماكي شفت الخبر انه هو محمد تصدمنا احنا ما عرفناش هو مكي ادي حد مكي دابز وخا بنا مكي ادي في الحومه ما كيبغيش يدابز مع داخل سوق راسو من الدار الزنقه ما كيعمر شي مره في الحومه فهمت يعني كيقرا هو في بريف كيقرا واقف في بريف ما كي ادي حد دري واش داك العاد كنت صاحبو هادي سبع سنين من 2015 ملي جيت سكنت انا كيفاش كان كيجيك محمد بصراحه لا عادي ما كيعمل حتى شي حاجه يا ديك النهار فهمت شحال خاو الصغار ديالو دائما معايا زعما ديما كان كيخرج معنا كان كيكور معنا عمره ما كان شي واحد اللي كيعادي شي واحد يعني ديما الدار وبلا داك الشيء عمره ما كان كيخرج يعني بزاف دابيزات ما كان كيدابز ما كان كيعمل والو كنعاطي تيسع الحامض ما كيهضر مع شي واحد ما جاتني تخربق حتى انا كنعرفو ما كيادي حتى واحد اللي كيما تبغي ادي حتى داك الراجل اللي اداه كنعرفو انا عمري ما كان عندي معاه بزاف صراحه لله الا كانت الظروف ماشي مسلكك وعايز صغير ياخر كبر منه يعني بزاف منك الدافع ولكن كما جات الظروف دفعه ولا سقط له ما كتجيش اخذ حقه وطبعا الحكم خاصو حتى يتحكم الا كانت حاله اغتصاب راه خاصو القضيه ماشي معقاش نقول ولا بالعربيه تنحذف حيت حاله الاغتصاب يعني الطف اصلا بغى يعيط صغير قاس يقدر كاع يحيدوها منه انت غير ما يتحاكمش كاع كنتمناو له فرج والسلام الله لا يطلق سراحه والسلام بوبري هو ماشي الخاطر بغى يدافع على راسو فهمتي ودري واش بوبري ما كيادي حدك العايل الله عمر اسل والسلام الوالدين ديالو الوالدين ديال الله عمر اسل عاك جبرنا جالسين في الدار حتى الباب ديال الدار ديالو عاملين صداع كيقولوا لنا نوض وما كيهضروا معانا ما والو الله عمر اسل يعني تصصم ديالهم في الحومه لا تصصم الحومه سقت عليهم اي واحد دوك الناس دراوش العائله دوك ملي دراوش في الحومه ما كتسمع الصداع ديالهم ما والو ولادو كيدخلوا في التسعود تسعود كل راه ما في الدار ما كيتعطلوش اي واحد تسقسي له محمد يقول لك لا عمر اسل عدري واش داك العائل ما كياديح هذيك العائل كاع ما كنت كنتوقع منه حتى شي حاجه حتى مدابيزات ما كانش كيدابز حتى شي حاجه ما كان المهم هو الدري رقيق فهمتي راه اي واحد يبغي يتغتصب ولا شي حاجه راه يجي يدافع على راسه فهمتيني راه الدفاع عن النفس راه كاين هذا الشيء شنو كتمنوا الصديق داك محمد كنتمنوا له ربي يدير له الشتا ولد الخير وصافي نطلبوا من الله يديروا معاه شي حاجه مزيانه وصافي الدائره ديال الاغتصاب بزاف بنادم شارف كدا هادي كيجيو كيبقاو يدورو يا العواول صغار ما عرف علاش اخا هاد الشيء الشيء هذا حنايا كنطالبوا بهاد الشيء هذا كاع ما يبقى في الدوله ديالنا وصافي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.